معلومات عن العراق يعلمها القليل. 1- هل تعلم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في العراق ببابل؟ 2- هل تعلم بأن العراق له 7 إمبراطوريات عظمى في تاريخه؟ وما من بلد يمتلك كهذا؟ 3- هل تعلم أن العراق هو أقدم دول العالم؟ بلاد ما بين النهرين هي أقدم دول العالم، وتعني حرفيا الأرض التي تقع بين نهري دجلة والفرات، ويعود تاريخها إلى عام 5300 قبل الميلاد. 4- هل تعلم بأنه في عام 1944 مطار شيكاغو ضم الدول التي تمتلك خطوط جوية مدنية عددهم 51 دولة، وكان العراق البلد العربي الوحيد من ضمنهم؟ 5- هل تعلم بأنه يوجد في العراق أكثر من 36 مليون نخلة؟ إحصائية قديمة. 6- هل تعلم أنه في عام 1977 أكدت اليونسكو على أن التعليم في العراق يوازي قرينه في الدول الإسكندنافية، وأن الطالب العراقي هو أكثر الطلبة قبولا في الجامعات العالمية من دول العالم الثالث، ودعت العالم إلى أن يحذو حذو العراق لأنها مرسخ العلم؟ 7- هل تعلم أن العراق أول بلد عربي سمح للمرأة فيه بمزاولة القضاء، وأول قاضية عربية هي العراقية زكية حقي، مارست مهامها كقاضي عام 1959. 8- هل تعلم أن أول بلد عربي أنشئت فيه محطة للبث التلفزيوني هو العراق؟ 9- هل تعلم بأن أول مكتبة عامة عند العرب كانت في مدينة البصرة، وكذلك أول مكتبة في العالم كانت ببابل؟ 10- هل تعلم أنه في عام 1968 صدر العراق ألبسة ب200 شاحنة نقل سعة 5 طن من إنتاج مصانع ببابل إلى مصر كمساعدة بعد نكسة يونيو 1967؟ 11- هل تعلم أنه في عام 1971 بلغ عدد السياح العراقيين في أوروبا ولبنان 70,000 مقارنة بعدد السكان آنذاك والبالغ 8.5 مليون نسمة؟ 12- هل تعلم أنه في عام 1956 بلغ حجم الصادرات العراقية من القمح إلى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 3 مليون طن؟ 13- هل تعلم أن بغداد تعني مدينة السلام، والذي قام ببنائها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور؟ 14- هل تعلم أن أول تشريع قانوني كان في العراق، وقد وضعه حمورابي فضلا وليس أمرا؟ تابع الصفحة ليصلك كل جديد.